إلى إثيوبيا، فقد أعلنت الحكومة سيطرة الجيش على 3 بلدات في إقليم تيغراي شمالي البلاد. يأتي ذلك بعد يوم من تعهد أديس أبابا بالسيطرة على المواقع الفيدرالية في الإقليم ردا على هجمات مسلح تيغراي، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بمحادثات السلام الرامية لإنهاء الأزمة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن قلقه من تصاعد التوتر في شمال إثيوبيا. جابر منصور ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل. ما الجديد جابر؟ فضيلة كورم ألماطة وشيري، هذه هي المدن الكبيرة التي تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الإثيوبية، ما تم إعلانه من خلال مكتب الاتصال الحكومي الذي أصدر بيانه باستيلاء القوات الفيدرالية على هذه المناطق، على خلفية ربما معلومات أيضا تشير إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي انسحبت من هذه المناطق. المناطق بطبيعة الحال استراتيجية ومهمة جدا، خاصة وأن الحكومة الإثيوبية كذلك تقول أنها قامت بالاستيلاء على هذه المناطق، لكن الغرض من ذلك توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، خاصة في المناطق التي تمت السيطرة عليها من إقليم الأمهرام عن طريق غوندر وبعض المناطق حتى مطار شيري. ولذلك فإن الحكومة الإثيوبية يبدو أنها تستعيد قوتها مرة ثانية وللاستيلاء على بعض المناطق الأخرى، خاصة وأن الجبهة الشعبية كانت تتهم قوات إريتريا بالمشاركة في هذه المعركة. ومع ذلك المجتمع الدولي ما زال ينادي بوقف إطلاق النار من كافة الأطراف المتنازعة، بالرغم من ذلك لم يحدث أي تقدم في المفاوضات التي يتقدمها الاتحاد الأفريقي لإيصال الأطراف مختلفة ربما إلى اتفاق، ومع ذلك يظل الوضع صعبا وقاسيا على المواطنين وكذلك المدنيين الذين يتأثرون من جراء هذه الحرب. فضيلة، شكرا جابر منصور في أديس أبابا.